يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يصلي وينظر مكان سجوده، وعندما لا يغمض عينيه فإنه يفقد من الخشوع. نعم، رجل يصلي وينظر مكان سجوده. نعم، وعندما لا يغمض عينيه يفقد من الخشوع 75%، فبماذا تنصحونه وفقكم الله؟ هذا معهم بير، يعني يعرف درجات الخشوع. ايش الكلام هذا؟ ينظر الى موضع سجوده كما ذكر العلماء ويكفي هذا. الخشوع ما هو في تغميض العين ولا في الخشوع، شيء يجعله الله في القلب. نعم.